السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات العيادة البيطرية على مصر الزراعي. النهاردة يا أخوانا هنبدأ على طول في الحلقة، لأنكم كلمتوني كتير قوي على موضوع الحلقات اللي فاتت، الولادة والتواء الرحم وانقلاب الرحم، ان انتوا عايزين نعيد اعيدها معاكم بسرعة. فبناء على رغبتكم جمعت الحلقات دي كلها تقريبا في 10 دقايق او ربع ساعة، هنزلها لكم في اول الحلقة. قبل ما ابدأ في موضوع الحلقة الاساسي، موضوع الحلقة الاساسي النهاردة هو خناء الخيل او داء المهر او حمى الخيل او الاسترانجلز. ان شاء الله عنوان الحلقة ده هبدأ فيه بعد الفاصل الاولاني، بعد الفاصل هنبدأ فيه. دلوقتي هراجع معاكم الحاجات اللي انطلبتوها من ناحية الولادات، من ناحية القيصرية، ممكن هجيب لكم برضو ولادة الخيل وبعض المشاكل في الخيل اللي ممكن تحصل، وإن شاء الله هنحاول نخلص ده كله قبل الفاصل الأولاني. وبعد كده هنشتغل على مرض النهاردة، أول مرض من أمراض الخيل هنبدأ فيه، وهو خناء الخيل أو داء المه أو حمى الخيل. هنشوف مع بعض على الشاشة دلوقتي متواصل 11 دقيقة أو 12 دقيقة الفيديوهات اللي انتوا طلبتوها وكل الأشياء اللي هنراجعها مع بعض إن شاء الله، من ناحية التواء الرحم مشاكله إيه نعمله، من ناحية الولادة العاسرة، الولادة السهلة، السيزيريان، الأخطاء اللي بعض الناس بيعملوها في السيزيريان والمشاكل اللي بيعملوها في السيزيريان، هنعيدها لكم كلها إن شاء الله النهاردة. وبعد الفاصل هنبدأ في خناء الخيل. نشوف مع بعض. احنا زي ما احنا شايفينه دلوقتي على البلازما، هو ده ان شاء الله اول حاجه في التواء الرحم. ناخده بقى على الشاشه كامله كده يا استاذ محمد. طبعا احنا اخوانا بنقول ان احنا ننيم او نرقد الحيوان على الجانب الايمن او الجانب الايسر، اللي هو المكان اللي فيه التورشن، الاصابه، المكان اللي فيه الالتواء. كاستنج ذا انيمال ان ذا سيم سايد اوف ذا تورشن، يعني تثبت الحيوان على نفس الاتجاه بتاع الالتواء. لو كان الالتواء يمين يبقى هننيمه على الجهه اليمين، لو كان الالتواء شمال يبقى هننيمه على الجهه الشمال، هننيم الحيوان على الجهه الشمال، ونعمل الاتجاه العكسي عشان نفك هذا الالتواء. الالتواء زي ما احنا قلنا قبل كده، يا اما يبقى التواء جزئي او التواء كلي. التواء جزئي بتقدر تدخل فيه الثلاث صوابع بتوعك، الثلاث صوابع تقدر تدخلهم في عنق الرحم ويبقى ده التواء جزئي وتقدر تفكه بسرعه. الالتواء الكلي بيبقى يا اما جاي على 180 درجه او 360 درجه، وده لازم نستخدم فيه اللوح الخشبي اللي هو الستاند عشان نقدر نفك الالتواء ده. لو ما قدرناش الالتواء يتفك مع استخدام اللوح الخشبي هنعمل القيصري. انا براجع معاكم بسرعه اهو عشان انتوا طلبتوه، يعني مش واحد بس، ده اكتر من يعني 15 20 واحد كلموني عيد لنا موضوع الولادات والتواء الرحم بسرعه. زي ما احنا قلنا كده يا اخوانا مع بعض، زي ما انتوا شايفينه على الشاشه معايا دلوقتي اهو، بنربط الرابطه بتاعتكم المعروفه وبترقد الحيوان على الجهه اللي فيها الالتواء. بعد كده بتجيب اللوح الخشبي وبتحرك الحيوان عكس اتجاه الالتواء عشان يبدا يفك معاك الالتواء، ويبقى الطبيب حاط ايده في المهبل من جوه يطمن عشان يعمل تثبيت للجنين، ويطمن ان الجنين بدا يتحرك ونزلت السوائل من المهبل زي ما هنشوفها على الفيديو مع بعض دلوقتي، ومن الفاجينا، وبدا الحيوان الالتواء يتفك والحيوان يطلع منه. هو دلوقتي بيربطها زي ما احنا شايفين اهو، الرابطه العاديه اللي انتم عارفينها. احنا بقدر الامكان بحاول اجري لكم يعني الفيديو، خليته 10 دقائق بس، يعني ده كان كله كان ثلاث حلقات ورا بعض، عملتها لكم في حدود 10 دقائق متصله مع بعض. بيجي يربط كويس، يحط اللوح الخشبي على منطقه الفلانك ريجون او المنطقه اللي هي بعد التوبلست او العظمه، ويخش يقف واحد مع حركه الحيوان للخلف. تمام، احنا دلوقتي الحاجات دي كلها انا قلتها لكم بالتفصيل، بس بحاول ارجع معاكم للي حتى ما حضرش الحلقات اللي قبل كده يبقى عارف احنا بنعمل في التواء الرحم. الحيوان نرقده على الجانب الايمن منه او الجانب الايسر حسب مكان الالتواء، حسب اتجاه الالتواء. دلوقتي الحيوان معانا هو نايم، التواء بتاعه ناحيه اليمين،
نيموه على الجانب الايمن وبيلفوه العكس بتاعه عشان يبدا يتفك الالتواء زي ما انتم شايفين معانا كده. مره والتانيه لغايه ما الالتواء يبدا يتفك تماما ويبدا الجنين ينزل والام تقوم والجنين يطلع. وده احنا قلنا مره واتنين وتلاته يا اخوانا، لازم استدعاء الطبيب ذو الخبره وذو الامانه. اهم حاجه يكون امين مع الفلاح، يكون يروح للحيوان في مشكله يقول له بصراحه ان الحيوان ده مش هيقدر نقدر نعمل له حاجه، نقدر نستفاد بيه نبيعه حي، او لو هنعمل له قيصريه يبقى نعمل له قيصريه صح، ونودي نطلع يعني نخلي دايما مصلحه الفلاح قدام عينينا لان هو الاساس في الموضوع. ودايما بنقول ان الحيوان يا اخوانا طول ما هو مش مربح معانا يبقى المشكله ان احنا نستغنى عن هذا الحيوان. الحيوان مربح يبقى يفضل معانا ونغذيه ونديه، لان احنا بنربي الحيوانات زي ما قلنا مش عشان رفاهيه منها. او دلوقتي لفوه زي ما انتم حضراتكم شفتم وطلع الجنين من الام وبدا. ده تقريبا الانقلاب الرحم الحلقه اللي انتم ما لحقتوش تشوفوه. اتكلمت وركزت معاكم على موضوع الولادات وقلت ان محدش يتدخل في الولادات نهائي بقدر الامكان، ونسيب الحيوان يلد لوحده. وقلت في حاله البقره نستنى ساعه من ساعه لساعه ونص وبدنا نبدا نتدخل، في حاله البكريه نستنى من ساعتين لثلاث ساعات ونبدا نتدخل. وقلنا برضو ان 95% من الولادات طبيعيه، 95% كامله بيولد لوحده زي ما انتم شفتوا كده. وحبيت تساعد يبقى تساعد مع الطلق بتاعها مع الام، مع كل طلقه بتحاول تشد للاسفل مش للامام. ده برضو لو انت حبيت تساعد في هذا الوضع وقلت الحيوان دلوقتي طلع دماغه ورجليه اساعد، ما فيش مشكله، بس من غير ازعاج للحيوان نهائيا، وتسيبه الحيوان يلد يلد لوحده. هو زي ما انتم شايفين اهو مع الفيديو معانا هتنزلوه في خلال اربع خمس دقائق هيكون الحيوان نزل كامل بره او العجل نزل كامل بره والام قامت بعد كده. دايما الاستراتيجيه بتاعتنا في المعامله مع الحيوانات اثناء الولاده عدم التدخل في الولاده بقدر الامكان. قلت لكم 95% من الولادات بتيجي طبيعيه، ما فيش يعني 5% فقط اللي هي العسره، وهنتكلم برضو بعد الفيديوهات ديت العسره بيبقوا شكلها ايه ونقدر نفكها ازاي، ومش هنلجا للسيزيريان الا لما نلاقي ايدينا وصلت ان خلاص ما فيش حل ان انا اعمل السيزيريان. وهنقول اسبابها برضو لما تيجي. ودي البكريه، يعني دي بكريه بتبقى اضيق شويه لان البقره اتولدت مرتين ثلاثه قبل كده، فبيبقى عنق الرحم بتاعها والمدخل بتاع الرحم اوسع من البكريه. فالبكريه عشان كده قلنا دايما بنستنى العجله، بنستنى على البكريه شويه ونساعد معاها برضو. لو هي بالمنظر ده وما اعملش قلق فيها ممكن اشد الرجلين واسحبها لبره مع الطلق بتاعها مع الحزق بتاعها، كل طلقه نحاول نشد معاها ويبقى واحد بس فقط، ما يبقاش ما نجيبش العيله كلها والناس يقعدوا يشدوا عشان ما نعملش قلق للام، تضطر الام تقوم واقفه واخده الجنين معاها ويبقى نصه متعلق ما بين السماء والارض. ده برضو زي ما انتم شايفين اهو مع طلقه طلقتين ثلاثه يبدا الجنين ينزل والام تبدا تتعامل معاه. نزل ده اول ما هتتعامل معاه بتعمل اكتيفيشن للبلاد سبلاي بتاعه، يعني تعمل تنشيط للدوره الدمويه بتاعه عن طريق اللحس اللي انتم شايفينه ده. تفضل تعمل ليجنج للجنين عشان تجري تنشط الدوره الدمويه جواه وتنشفه من السوائل الجنينيه اللي هو نازل به. وبعدين يقف، وانتوا احنا عارفين بقى على طول السرسوب واهميه السرسوب في الوقت ده، لان كل ما كان السرسوب بدري كل ما كان افضل. ولازم نبقى عندنا اقتناع كامل ان السلاح الوحيد اللي بيحارب بيه ضد الامراض المختلفه هو سلاح السرسوب. وذكرت لكم بعد كده الحالات ال 5% عسر ولاده اللي يبقى الدماغ مثلا ملتوي لورا، وقلنا نعمل عشان نشده، يا اما نشده بايدينا يا اما نحط الحبل ورا دماغه زي ما انتم شفتوا كده.
لو الحيوان جاي في اللي طالع لي بس الهوك جوينت بتاعه ابقى عارف الاول، احدد السهم ده بيحدد لي اذا كان هذا الحيوان ارجله الاماميه ولا ارجله الخلفيه. ارجله الاماميه بيبقى واضح فيها قوي المكان بتاع الني جوينت، والارجل الخلفيه بتبقى اللي هو الهوك جوينت. نربط ونبدا نشد في الحيوانات، وجايب لكم معظم الصور اللي ممكن تقابلكم في حاله عصر الولاده. وبرضه في كتاب العياده البيطريه اللي احنا نزلناه كذا مره ونوهنا عنه، في حوالي 50 صفحه بتتكلم فيها على الولاده ومشاكل الولاده وازاي تسحب الجنين وازاي تتعامل مع الجنين في كتاب العياده البيطريه. وقلنا في الحالات المختلفه ان احنا نضطر نستخدم فيها السيزيريان، وبنوريكم ازاي تتعمل السيزيريان صح، مش المنظر اللي انتوا هتشوفوه بعد العمليه ديت من بعض الناس اللي عملوا مشكله مع صاحب الحاله والحاله ماتت والفلاح الله يكون في عونه. يعني زي ما احنا قلنا بنفتح بنخضر تخدير موضعي، وبعد كده بنفتح الجلد والعضلات، وبعد الجلد والعضلات بنبدا نطلع الجنين من الام. وجبنا لكم نوعين من البقر، واحده شاروليه واحده براون، عشان ايه؟ ودايما بنلجا للسيزيريان في حاله الكبر حجم الجنين جدا عن الوضع الطبيعي، صعوبه بالغه في اخراجه، مش يعني خلاص عملت المستحيل مش عارف اخرجه. وقلت دايما ان السيزيريان اهم حاجه في نجاحها ان انت تاخد الوقت المناسب في القرار. حطيت ايدك ولقيت الجنين مش هتقدر تطلعه او كبير جدا زي ما انتم شايفينه دلوقتي كده، اكبر من حجم الام بالمنظر ده، نبدا نتدخل ونقول ايه، نعمل قيصريه ويبقى القرار سريع قبل ما اعمل مشاكل في الام واجهد نفسي واجهد الام. نجاح السيزيريان انك تاخد القرار بسرعه وتقول انا هعمل في الوقت ده قبل ما انت تجهد او الحيوان يجهد، ولسه الحيوان نشط وهيلسي وانت كمان نشط وهيلسي تبدا تطلع الحيوان بسرعه والعمليه معاك تنجح. دايما زي ما انتم شايفين الاحجام كبيره جدا في القيصريه عشان كده ما تعرفش تطلع بالمصدر الخارجي، فبنطلعه من المخرج الثاني اللي هو ايه، بطن الحيوان. ده تقريبا اللي احنا قيصريه اللي هي النموذج او الموديل اللي احنا عايزين نشتغل عليه في اي فلاح عنده مشكله يبقى انت رايح واخد القرار. ما تروحش في حاجات مهمه هنا في الفيديو الثاني ده اللي هو ده جاموس عند فلاح للاسف انها ماتت والطبيب بتاخر فيها قوي. اوان اختياره في الـ في الـ في المكان خده من اليمين، طبعا النتيجه طلعت المصارين عليه او طلعت الامعاء الغليظه عليه، ما كانش عارف هيدخل الامعاء ولا يربط مكان الجنين، وعمل بعض يعني الحاجات اللي الواحد ياسف ان هو يتعمل، والنتيجه ان دي راحت والفلاح راحت حاجته. و يعني ده نموذج للحاجات، عشان كده بقول لازم القيصريه قعدت فيها حلقه كامله ازاي تتعمل، ازاي تتجهز، ازاي تاخد القرار عشان ما نوصلش للوضع اللي احنا شايفينه ده، ان هو يفتح في المكان مش صح، يفتح في المكان مش صح، او بعد كده انا ما اعرفش الحته دي بالذات مش فاهمها ليه هو بيعملها بيطلع الخرطوم من الرحم ويديه للراجل يشفطه وتبقى مرض الراجل ومرض الحيوان ومات الحيوان. معانا اتصال من الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، استاذ محمد عبد الفتاح. يا دكتور يا غالي، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. ايوه يا حاج محمد اتفضل. دكتور حمد والله معلش تنفيل كلمت سيادتك في الحلقه اللي فاتت بالنسبه للمولاد البهيمه لما تطلع بره من غشم الناس اللي هي الفلاحين لما بيجوا يقولوا البهيم يعني او من عند ربنا بتنزل يعني، فاحنا بنعمل ايه؟ البهيم بيبقى نايم وبنجيب مشمع كبير وبنغسله غسل حلو تحت مولدها بالظبط، ونقوم جايبين ميه دافيه لو عفرايه ما تخش ولا تقف في قلبها، لازم تتغسل غسيل مظبوط وتتطهر. وكان والدي الله يرحمه كان ينام على بصدره يدخل بايد، وانا اقول له وراه اللي دخل ام ولاده، ويقوم جايب شاش بمسله نسخنه. حاج محمد من فضلك يا حاج محمد، انت اتفرجت على الحلقه ولا ما اتفرجتش؟
اتفرجت سيادتك، بس انا بقول لك اللي كان بيحصل. لا احنا انا مش عايز اسمعني بس. انا بس كده كان اللي حصل، وفعلا نجحت العمليه الحمد لله. الحمد لله حاج محمد. انا بقول اللي حصل، بنجيب بشاش عشان عشان اللحمه ما يشرش. تمام. انا هدفي كله يا حاج محمد في في موضوع انقلاب الرحم بالذات وطلوع لبره. احنا مع احترامي لك والكل اللي بتقوله، اساس الموضوع ان انت ترقد الحيوان صح. لو رقدت الحيوان صح هتاخد الحيوان او البقره او الجاموسه اللي معاك صديقه لك في الدفع. نعمل كده يا دكتور، بدل ما تخليها نعملها يعني. نعم. الحاجه الثانيه يا دكتور، احنا بنعمل عمليه سيادتك اللي انت دي، والحمد لله بنسيب ثلاث اربع. ممكن توطي الصوت شويه يا حاج محمد بتاع التلفزيون؟ اي مبطئه. وطي الصوت شويه عشان ما يعملش صدى صوت، وكلمني مباشر. بنسيب ثلاث اربع من تحت، وبنخيط حيل بهيم بشاش غرزتين عشان ما ترجعش تاني، وبنسيب ثلاث اربع من تحت حتى الميه او الدم او حاجه تنزل عادي، وبنحط له حبيتين طراميسين حتى تبرد عليها حاجات من دي. غير زيت الطبخ بقى نحطه حتى يبرد عليها كمان. ماشي يا حاج محمد. الحاجه الثانيه يا دكتور، عندنا في الفلاحين هنا ابو القصر لما كل بهيم عاوز يعشر بيروح يقزو حلاويجي بنيمها ونغسلها، بنطلع المنيه نشوف نطلع على ظهرها كده، ونحش الحائط الريم اللي هو الابيض. طيب. واللي قبل البشر يرجع تاني. انت يا حاج محمد انت كل حلقه تعمل معايا كده واقول لك بلاش موضوع الغسيل، وبلاش موضوع الريم الابيض والريم الاحمر والريم الاخضر والكلام ده. ارجوك يعني ايه، خلينا في الحاجه اللي احنا بنقولها بس، عشان ما نوصلش معلومه خطا للفلاح يبدا يعمل زيها. من فضلك يعني ايه، احنا بالنسبه للغسيل يا اخوانا انا برفضه تماما، وبالنسبه لمتابعه الام اثناء الولاده زي ما احنا قلنا في الحلقات السابقه، لعدم التدخل وعدم ادخال اي فلويد اي سائل داخل الرحم نهائي، حتى لو كان لوجل او غسيل زي ما بيقول الحاج محمد. الحاجات دي كلها يعني مش مطلوبه، واحنا عملنا حلقات كامله ازاي نتعامل معاها وازاي نعالج الحالات بتاع العقم ومشاكل العقم، قعدنا فيها يجي 7 حلقات اللي فاتوا. انا برجع لكم الحاجات اللي هي مهمه بالنسبه لكم، بالنسبه للولاده، بالنسبه للانقلاب الرحم، بالنسبه لالتواء الرحم، بالنسبه للقيصريه، بالنسبه للحاجات اللي انتم عايزينها احنا رجعناها مع بعض بسرعه دلوقتي. ان شاء الله هنبدا في موضوع الحلقه، وهو اول امراض الخيل اللي هنتكلم عليها، اللي هي خناء الخيل او داء المهر او حمى الخيل. هنشوفها مع بعض. مع البدايه خالص انا كنت جايب لكم فيديو رقم 2 يا استاذ محمد، اللي هو بالمره نجيب الخيل، مشاكل الخيل في الولاده برضه، عشان لما خلصنا موضوع الولاده كله ونبدا في المرض. مشاكل الخيل في الولاده هنشوفها مع بعض فيديو، ازاي يعني في لو في ايده مش مظبوطه، اتجاهه مش مظبوط كده، تتعامل معاه ازاي، وازاي المهره بتلد، ولو اتحبينا نعمل سيزيريان او نعمل قيصريه للمهره نشوفها يعني بيتعمل ازاي السيزيريان في المهره. حاجه يعني جميله جدا ورائعه جدا، هنشوفها مع بعض قبل ما نطلع الفاصل، وبعد كده ان شاء الله نطلع فاصل. معانا هي الفيديو رقم 2 على طول. فده يعني من الحاجات اللي عشان بس ناخد ده دلوقتي مجموعه من الخيل، عشان احنا بدانا موضوع الخيل، فعايز اقول لكم ان الخيل دايما معقود بنواصيها الخير، وان سيدنا سليمان دي مقدمه بسيطه عن الخيل، وبعد كده نتكلم عن امراض الخيل، انشغل بجمالها بطريقه يعني رهيبه جدا. والخيل الواحد ممكن يقعد قدامها ساعات كامله يتفرج على جمالها ودلعها وروعتها، ولما يكون الحيوان الخيل بصحه جيده بيبقى ما فيش اروع من كده. عشان كده انا يعني بدات معاكم الاول بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه ده، وكنت اتمنى ان هيبقى فيه شويه مزيكا مع الحاجه ديت، عشان ما نجيب الحالات المرضيه يبقى نشوف الفرق ما بين الجمال والشكل الجميل ده والحاله المرضيه. دي الحاله الصحيه بتاع الخيل. الخيل وهو
فايق وهو بيتريض وجماله دي مناظر كلها والخيل سليم. هنشوف مع بعض بعد كده الخيل وهو مريض نعمل ايه عشان ونتعامل معاه ازاي. خلي بالكم يا اخوانا دايما دايما الخيل له وضع في اكله وله وضع، حتى امراضه تلاقيها مش كتير برضه، امراض معدوده ونتعامل معاها بطريقه يعني نركز قوي على قيمه الدواء وجمال وفعاليه الدواء اكتر ما نركز على سعر الدواء. يعني زي ما انتم شايفين الروعه. انا بصراحه مش يعني مش عايز اتكلم واقعد اتفرج زيكم واشغل زي ما احنا كنا قبل كده نشغل رتم الفيديو الجميل ده يخلص. انا فاصل صغير وهنرجع لكم تاني ونتكلم على امر خناء الخيل او داء المه او حمى الخيل. فاصل ونرجع لكم تاني. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى. هناخد بسرعه ولاده الخيل والقيصريه بتاع الخيل وبعد كده هنتكلم على خناء الخيل او داء المهر او حمى الخيل. هناخد بسرعه معاكم الفيديو بتاع الولاده والقيصريه وهنبدا في المرض مباشره. نشوفه. ده بداية ولادة المهرة. طبعا لها وضع خاص غير المكان يبقى نظيف جدا، الديل يبقى متضفر كويس قوي او مجدول زي ما انتم شايفينه كده. الحركة بتاعها بتاع الولادة ديت هو ده حركة الجنين جواها وهي ايه بتاجي تلد مع قلبتها، بيبقى الجنين يتعدل ويبدأ ينزل الجنين زي ما احنا شايفينه مع بعض. المهر كده وهو نازل مع قبل ولادتها بهمسات بسيطة يبدأ. على فكرة أسهل ولادة بتحصل هي ولادة الخيل، لأن البلاسينتا بتاعها سيمبل ديفيوزد بلاسينتا مش زي البقر، يعني ما فيش فيها زراير البقر، فيها 120 زرار أو بلاسينتوم بيبقى ماسك الرحم كويس قوي. الخيل بينزل الجنين وبعد نزوله احيانا بينزل اهم حاجه البورنوس بتاع المهر اللي هو حوالين المهر لازم يتفك قبل بعد الولاده مباشره. والمشيه برضو بتبقى سهله قوي، صعب قوي ما تبقى في ريتيند بلاسينتا او نادر الحدوث ان يحصل ريتيند بلاسينتا في المير او المهره، لان زي ما احنا قلنا نوع الرحم بتاعها رحم سيمبل ديفيوزد بلاسينتا. دي برضه نشوفها. دي بقى انا حبيت احبكم تتفرجوا على ديت يعني بسرعه كده. دي القيصريه في مهره، سيزيريان سيكشن في مهره. شوف شوف كام، يعني ما تقوليش حتى سيزيريان في بني ادمين، شوف الامكانيات قد ايه عشان تتعمل سيزيريان او قيصريه في مهره او في مير. طقم كامل من الاطباء، نفس البري اوبريتيف تكنيك اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هو الووشنج والغسيل والحلق بتاع المكان بتاع الجلد، ويفتح ويطلع الجنين زي ما انتم شفتوا ويستلموه اربعه خمسه، يستلموا المهر بسرعه ويبداوا يعملوا له الشغل بتاعه، ويبدا فريق الاطباء ينظف الفزره ويدخلها ويخيط الفزره والاحشاء ويقوم المهره بعد كده. ده حبيت بس اقولها لكم بسرعه عشان نبقى نقارن تقريبا مع الولادات القيصريه في الابقار والجاموس ومع الخيل. مشاهدينا الاعزاء دلوقتي هنتكلم على السترانجلز او حمى الخيل. السترانجلز ده مرض من الامراض الخطيره جدا اللي ينتشر، اللي هو احنا بنسميه خناء الخيل، في عدد من الدول العالم وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن نسبة الإصابة فيه أكثر من 25%. عند كمان 17% من الأمراض المسببة للإجهاض عند الخيول. كما يتواجد المرض ده يا أخوانا في أوروبا بصورة محدودة. يؤدي مرض خناء الخيل إلى التهاب الغدد الليمفاوية، ونتيجة لذلك بينغلق البلعوم فينحبس التنفس بتاع الحيوان، وبينحبس معاه
قلوب أصحاب المزارع أو أصحاب الخيل، لأن يعني الغلو الرهيب في هذا الثمن، خوفا على خيلهم من الاختناء والنفوء. فالمرض ده يا اخوانا معدي وحاد، بيصيب الفصيلة الخيلية ويتميز بإيه؟ بالحمى والتهاب الأغشية المخاطية للمجاري التنفسية العليا وتقيح العقد الليمفاوية في المنطقة المصابة. طيب ما هو المسبب لهذا المرض؟ مسبب إيه؟ نوع من البكتيريا الموجبة للجرام اسمها ستريبتوكوكس أوكاي. فترة حضانة المرض ده من 3 إلى 14 يوم بمعدل. المرض ده بينتشر انتشار المربوطة بتاعته رهيبة، نسبة الإصابة بتاعه 100%، ومعدل النفوء بتاعه تقريبا من 3 إلى 10%. الفترة الزمنية للمرض من بداية ظهور الأعراض اللي هي الانكوبيشن بيرود اللي احنا قلنا عليها إلى الشفاء تتراوح من 2 إلى 3 أسابيع. تحتفظ هذه الجراثيم اللي هي الستريبتوكوكس أوكاي ديت بحيويتها لمدة أسابيع في الوسط المحيط حواليه، بتعيش في المية لمدة من 6 إلى 9 أيام، وعلى الجلد من 3 إلى 4 أسابيع، وبدرجة حرارة الغرفة بتعيش لغاية من 5 إلى 6 شهور. البكتيريا دي بتعيش في درجة حرارة الغرفة من 5 إلى 6 شهور، وهي حساسة جدا لدرجة الحرارة العالية والرطوبة، بتموت من الغليان. أنا بقول لكم الحاجات دي ليه؟ عشان تعرفوا العدو. دايما أقول المسبب نعرف صفاته إيه عشان نقدر نتعامل معاه. ان المئة درجة ديت بتقضي ضعيفة جدا للمقاومات المطهرات، عند الغليان بتموت، ضعيفة للمطهرات العادية. يصيب هذا المرض الخيول بخاص بالذات الأمهار الصغيرة اللي هي عمر شهرين فما فوق، ونادر ما بيصيب الخيل اللي هي فوق 5 سنوات. أما الحمير والبغال فهي أقل قابلية للإصابة. المرض ده صفاته إيه؟ يتصف هذا المرض بشدة العدو، حيث انه وخلال عدة ايام بسيطة جدا يمكن ان يصيب 50% من الحيوانات المخالطة. يتعايش العامل المسبب على الاغشية المخالطية للمجاري التنفسية العليا، حيث امكن عزله من الحيوانات السليمة. وانشاء المرض يجب توفر بعض العوامل الممهدة لحدوثه، زي ايه؟ زي الاصابة ببعض الامراض الفيروسية، زي الانفلونزا، التهاب الانف والرئة، الحمو عند الخيول، بالاضافة ايه كمان بعض العوامل الاخرى، ايه؟ المناعة، تدني مقاومة الحيوان، ضعف مناعة الحيوان نتيجة لإيه؟ نتيجة الإرهاق والضعف وسوء التغذية وسوء التهوية والازدحام وعدم النظافة. كل ديت يا اخوانا بنقول عليها زي ما قلنا في البقر بالظبط، وزي ما قلنا في الانتاج الحيواني كله بالظبط. كل الحاجات اللي بتقلل المناعة كلها بتؤدي في الآخر إلى إصابة هذا الحيوان. بتقلل تغذية رديئة، بتهوية رديئة، مسكن سيء، كل الحاجات ديت بتأثر على مناعة الحيوان وبالستريس عليه، فبيبقى اصابته المرض اكتر. الافرازات الانفية لهذا الاعراض او الافرازات اللي احنا ممكن نلاقيها على الحصان او المهر بنلاقي ايه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي على الشاشة. الافرازات الانفية او الصديد، زي ما انتم شايفين كده، مصدر العدوى اللي بتنتقل في الغالب عن طريق ايه؟ المجاري التنفسية، زي ما احنا شايفينها قدامنا على الشاشة. المجاري التنفسية نتيجة للاستنشاق، أو غالبا ما تحدث العدوى نتيجة لإدخال حيوانات مريضة الحظيرة. شوف المنظر بتاع الخيل وقت عامل ازاي، بيدخل عن طريق الجهاز الهضمي نتيجة أعلاف ومية ملوثة بالعامل بالبكتيريا. وكذلك يمكن العدوى تنتشر عن طريق حدوث جرح، وخاصة أثناء الخصي، أو عن طريق المهبل قبل أو أثناء الجماع. كل ده بينتقل، البكتيريا دي تتنقل وتعمل الاعراض دي، او نتيجه لرضاعه الامهار المصابه لامهاتها، ده برضو تتنقل البكتيريا اللي انتم شايفينها والمناظر اللي انتم شايفينها دي. المرض ده يتميز بشكلين، شكل النموذجي، وتبدا فيه الاعراض بارتفاع درجه الحراره. نتيجه لارتفاع درجه الحراره بيحصل ايه؟ ان الحيوان يتوقف عن الاكل او عن الطعام. يصاب الحيوان بنزله انفيه حاده مصحوبه بافرازات مصليه زي ما انتم شايفينها في البدايه كده، لتصبح فيما بعد مخاطيه طيحية، تشكل في الأغشية المخاطية للأنف عند عقد وحويصلات تطرق عند تمزقها وتكرحها. يلاحظ إيه بقى برضو في الإصابة؟ التهاب في الفم وفي الملتحمة، وفي بعض الحالات يكون البلعوم، التهاب البلعوم هو أول عرض للمرض، بيتورم ويصبح مؤلم زي ما انتم شايفينه كده، إضافة إلى صعوبة في البلع.
مما ان تلاقي الحيوان رقبته ممدوده دايما للامام لتخفيف الالام بتاعه، يقدر يتنفس. تضخم العقد الليمفاويه بشكل مفاجئ، تلاقي منطقه البلعوم وتحت الود تتقيح فيما بعد زي ما احنا شايفينها مع بعض بالصوره كده. اضافه الى ايه؟ اضافه الى تورم، الى تورم الاماكن دي زي المنطقه المحيطه بالعقد الليمفاويه. العقد الليمفاويه دي بتلين وبتتفتح وتطلع للخارج، وكذلك فان الخراجات بتاع خلف البلعوم زي ما احنا شايفين هو بيعالج دلوقتي، بيفتح الخراج ويطلعه لبره، تفتح الخراجات للخارج عبر ناسور البلعوم، او قد يمتد زي ما احنا قلنا يا اخوانا الالتهاب الى الحنجره او الكاس الهوائيه، بيطلع الحيوان صوت سعال، كحه تشنجيه مؤلمه، سعال رطب، اضافه الى ايه؟ الى ضيق في التنفس. كل ديت الاعراض اللي احنا شايفينها، ضيق في التنفس وحشرجه و... طيب بعد ما بسحب الصديد اللي انتوا شفتوه ده الحيوان بيرجع لطبيعته عشان الصديد ده بيطلع لبره والحراره بتتحسن ويبدا يتحسن الحيوان. ده تقريبا ايه هو الشكل الطبيعي او الشكل النموذجي؟ ايه هو الشكل الشاذ؟ لما الالتهاب ده ينتقل الى الاعضاء الداخليه كالكبد والكليتين او العقد الليمفاويه الاخرى يؤدي الى ايه؟ الى سوء حاله الحيوان، فبيبدا يستنشق الصديد، يؤدي بعد كده لحدوث التهاب رئوي حاد مع الصعوبه في التنفس، وعند اصابه العقد الليمفاويه يحدث اضطراب في عمليه الهضم ومغص وهزال زي ما احنا شايفين قدامنا كده الحيوان. يمكن يحدث كان التهاب بروتيني حاد قد يصل الاصابه للدم مؤدي الى التهاب سحائي، وبعد كده يحدث شلل للحيوان او يحدث تسمم الدموي الى الباستيبيلا، يؤدي الى التهاب المفاصل، وفي اغلب الحالات يحصل نفوق سريع لهذا الحيوان. نلاحظ برضو يا اخواننا بعض الحالات المزمنه تترافق دايما فقر دم، انيميا، تلاقي الحيوان عنده انيميا. اذا حصلت العدوى عن طريق الجماع نلاحظ تغير في الاغشيه المخاطيه وخراجات على الجهاز التناسلي. ان البكتيريا ديت ده منظر المهر وهو مصاب. البكتيريا دي بتسبب حالات من العق بدون اعراض اجهاض او التهاب في السره او مشاكل. ايه هي الامراض اللي ممكن تلخبط معانا مع الاسترانجلز؟ اول حاجه الكواين فيرال ريهينو نمونيا اللي هو التهاب الانفلونزا، انفلونزا الخيل، والتهاب الحنجره والالتهاب الرئوي، ده ممكن يعملوا معانا في الاسترانجلز، بس دولت ما بنشوفش فيهم زياده في حجم الغدد الليمفاويه. ده من الحاجات طيب العلاج. العلاج ايه لهذا المرض اللي احنا شفناه دلوقتي ده؟ خلي بالكم العلاج مهم جدا. اول حاجه ودايما نقولها في كل حته، الخيل المصابه لابد من عزله مع راحه كامله، كومبليت ريست اوف ذا انيمال. رقم اثنين، تطهير الاماكن والافرازات الانفيه كلها، نشيلها بعيد لانه بينتقل من هنا لهنا. رقم ثلاثه، وده العلاج اللي هو دراج اوف تشويز اللي هو ايه؟ الله ينور عليك، البنسلين، حقن مضاد حيوي مناسب زي البنسلين، هو ده ثلاث ايام 20,000 وحده دوليه كل كيلو جرام من وزن الخيل، كل كيلو معاه نديله 20,000 وحده دوليه من البنسلين لمده ثلاث ايام. الى جانب كده ادي كمان ايه؟ ادي مضاد التهاب وخافض الحراره، ادي معاه مضاد التهاب وفي خافض الحراره. طيب خلي بالك، يبقى اول حاجه راحه، رقم اثنين ان انا الحيوان احوش كل الافرازات بتاعته والمشاكل بتاعته، رقم ثلاثه ادي البنسلين، رقم اربعه ادي مضاد التهاب، رقم خمسه لو في حراره بندي مضاد مخفض الحراره. طيب في حال تطور المرض والغدد الليمفاويه وزاد حجم الغدد الليمفاويه ديت زادت قوي، اماكن التورم اماكن التورم النضوج واضح قوي، اعمل ايه؟ افتح الخراج، افتح وصفي الخراج نهائي، لابد لازم مضاد حيوي كمان يتاخد. خلي بالكم يا اخوانا، لو احنا استخدمنا المضادات الحيويه بدري كلما كانت النتائج المرجوه افضل. ليه؟ كل ما تلحق الايرلي دايجنوز للحيوان كل ما تلحقه يجيب نتيجه معاك. نديله بنسلين زي ما احنا قلنا، نديله الجرعه بتاعته، نكمل يدينا الحيوان يدي النتائج المرجوه، يا اما ادي بنسلين بواقع 5 مليون وحده دوليه لكل جرعة، أو أعطي الكورنفينيكول بجرعة واحدة في العضل. معايا اتصال من الأستاذ عصام من المنيا،
الو اتفضل يا استاذ عصام. يا دكتور ازيك يا دكتور حامد؟ اتفضل يا فندم. وحشنا يا دكتور، ومن ايام قناتنا من الدنيا واحنا متابعين حضرتك، واتصلت كذا مره بحضرتك. ربنا يخلي حضرتك. الارشادات اللي هي مظبوطه بناخدها من حضرتك، بس عندي مشكله هنا في مركز ابو الرقاص. مركز ايه؟ مركز ابو الرقاص محافظه المنيا. مركز ابو ايوه. وزاره التضامن الاجتماعي كانت لما توزع ناس بقر على الناس الفقراء يعني من سنتين، ففاضوا 22 عجلة ناس يعني كانوا على وش عشار. تمام. ما لقوش مكان وحطوهم في وزاره في الاداره الزراعيه في مركز ابو الرقاص. فالمفروض دلوقتي وزاره ابو الرقاص الاداره الزراعيه هي اللي متوكل البهائم دي يا دكتور من سنتين. وزاره التضامن الاجتماعي قال مالناش دعوه بيها، وزاره الزراعه قال لك مالناش دعوه بيها. البهائم دي مدير الاداره الزراعيه هو الناس يعني والمهندسين هم اللي لما يحشوا الرواتب اللي تحتيها ويوكلوها هم من جيبهم الخاص. وولدوا 10 ولدوا فيهم بقوا 32، وفيهم 18 واحده تاني على وش ولاده، بقوا هيبقوا ان شاء الله يعني بتاع 25 يوم او شهر يبقوا 48 حته. ما فيش حد معترف بيهم خالص الوقت الناس دي. طيب علموهم احنا هنحاول برضه نوصل صوت حضرتك للمسؤولين، وخاصه الجماعه اللي معانا هنا برضه المسؤولين في اداره القناه، يبدا يوصل الشكوى ديت للمسؤول عنها، وخاصه برنامج ممكن تكلمه الزراعيه مباشر تحكي له القصه بتاع حضرتك ديت، يعمل لك نتيجه ان شاء الله. سيب رقمك مع الكنترول وهم هيتصرفوا ان شاء الله. طيب يبقى العلاج بنسلينات او جرعه من الكلورامفينوكول في العضل، او 1.5 جرام عن طريق الفم لمده 5 ايام. نعمل ايه لتفادي الخراجات؟ اضافه للمعالجه بالمضاد الحيويه، يجب وضع الحيوان في ظروف جيده وفي مكان دافئ بعيد عن التيارات الهوائيه، ومن ثم القيام بالعلاج الجراحي، تفتح الخراج وتعالج بالمطهرات، علاج عرضي، اعطاء مسكنات، خافضات للحراره، الادويه الداعمه للحيوان اللي الفلوت سيرابي، كما اننا ممكن ندي المصل المضاد بواقع 100 ل 200 ملي يوميا في الوريد، بيساعد على تحسين حاله هذا الحيوان. طيب الكلمه اللي دايما اقولها دايما معانا في العياده البيطريه بقول ايه؟ الله يكرمك، الوقايه خير من العلاج. للوقايه بقى من المرض ده نعمل ايه؟ اتباع الاساليب الصحيه في التربيه داخل الحظائر، دي رقم واحد. رقم اثنين، اضافه الى عزل الحيوان المريض، الكلام ده في الخيل وفي كله وفي الخيل اكتر، التخلص الصحي من الافرازات الصديديه اللي نازله، تخصيص وعاء لشرب كل حيوان مصاب وكلاف مخصوص ليه لخدمه هذا الحيوان المصاب، بالاضافه لايه؟ للقيام بتطهير الحظائر بعد الاصابه. طيب اهم حاجه نسيت اقولها ايه معاكم؟ الله يكرمك، التحصين. التحصين ستريبفاك بدي استخدام جرعه اولى عند عمر 41 اسبوع، ثم جرعتين متتاليتين عند عمر 42 اسبوع و43 اسبوع، وبعد كده تحصين كل سنه. ملحوظه نقولها دايما ان الخيل المصابه بتكتسب مناعه دائمه، يعني اللي اتصاب مره بياخد مناعه على طول. الام المحصنه بتدي مناعه للمولود زي ما احنا قلنا حتى سن الفطام. يبقى الى جانب النظافه والتطهير وعزل الحيوان المصاب ومراجعه الحيوان مع الكلاب بتاعه مخصوص له، كل ده اهم حاجه ما ننساهاش ابدا، التحصين. التحصين في كل حاجه، بندي على 41 اسبوع، 42، 43، وبعد كده بندي كل سنه، والتحصين ده بيدي مناعه للام ما يجيلهاش تاني الاصابه، زائد مناعه للمهر اللي طالع لغير سن الفطام من عن طريق السرسوب اللي نازل من الام. ده يا اخواننا مشاهدينا الاعزاء تقريبا ده مرض الاسترانجلز
أو مرض داء المهر أو مرض حمى الخيل. أهم حاجة عايز ألاجحها معاكم بسرعة بالنسبة لهذا المرض الوقاية بتاعته أساس كل حاجة. احنا قلنا المرض عبارة عن إيه؟ بكتيري، مرض بكتيري. عرفنا إن البكتيريا بتاعته بتموت من الغليان، البكتيريا بتاعته بتعيش جامد قوي في المكان الرطب والمكان اللي فيه مشاكل، درجة حرارة الغرفة عالية، درجة حرارة الغرفة بيعيش فترة طويلة، بيعيش مع المية، بيعيش مع بقايا الأعلاف والأرضيات، الحاجات دي كلها لازم أنا أعمل تخلص كامل ليها. أستخدم المطهرات، ضعيف جدا مع المطهرات، أستخدم المطهرات. الحيوان المصاب أبدأ أعزله بعيد خالص، ابدا احط له واحد لوحده يتابعه، ابدا اكله يبقى لوحده مخصوص، ما دخلوش على الحيوانات الاخرى. دايما في الامراض البكتيريه او الفيروسيه الوقايه هي اساس كل حاجه. يبقى الاعراض واضحه، حراره، الورم واضح في الرقبه، بيوصل لمرحله الخراج. لو احنا رجعنا الصور تاني بسرعه نقدر تشوفوها تاني، اللي هي صور الاعراض واضحه جدا لاي حد بيشتغل في مجال الخيل يقدر يحددها. بعد كده طيب اعمل ايه؟ عرفت البكتيريا ديت اللي هي ستريبتوكوكس اوكايدي صفاتها ايه؟ بتعمل ايه؟ بتموت من الحراره، بتموت من المطهرات، بتعيش في الرطوبه، بتعيش في درجه حراره الغرفه فتره طويله. يبقى انا اعمل حساب ان انا اطهر كل الادوات بتاع الاكل، كل ادوات الشرب، حتى العمانه نفسها اغيرها، ما ادخلش الخيل دي خالص المريضه في وسط الخيل السليمه. كل الحاجات دي يا اخوانا بتساعد على الوقاية. تاني حاجة التحصين، اتجنب موضوع المرض وانتشاره عن طريق التحصين. اخلي بالي كويس قوي من العلاج، العلاج زي ما احنا هنشوف قدامنا دلوقتي هو عن طريق ان البنسلين مدة 3 ايام، مضاد حيوي، التهاب خفض الحرارة، افتح الخراج الموجود وطهر خالص مكانه بصبغة اليود، انظفه واتعامل معاه كأنه ابسس عادي جدا، ادي كميات البنسلينات كمية كبيرة. المضادات الحيوية كل ما ابدأ بها بدري كل ما يديني نتيجة احسن. التحصين عن طريق الستريب فاك او الكواي باك تو، الاتنين دولت بدي جرعة اولى عند عمر 41 اسبوع زي ما احنا قلنا، جرعة تانية وثالثه عند 42 اسبوع 43 اسبوع، وبعد كده كل سنه ابدا ادي الايه للحيوان جرعته. ده هيبدا يقضي لي تماما على كل المشاكل اللي ممكن تحدث في الخيل، نحافظ على الخيل لان الخيل دايما سعرها عالي جدا وسعرها غالي، فلازم نتعامل معاها بحساسيه زايده عن اللازم، بحساسيه زايده عن اللازم، متابعه زايده عن اللازم. هناخد اتصال من اخونا احمد من الدهليه. الو يا دكتور، اهلا وسهلا، اتفضل. احنا بنتكلم على على النفوق والامراض الامراض اللي بتيجي للحيوانات، الخيل ولا الحمير والحاجات ديت، والمواشي كلها فيها العموم على المواشي يعني. نعم. اللي مموته بروح فين يا دكتور؟ انا عايز اسالك سؤال وعايز يعني ايه تحله لي كده. الموضوع ايه؟ لما يموت الحيوانات دي بيروحوا فين؟ بيروحوا فين الخيول او الحمير بعد ما يموتوا بيروحوا فين؟ لا والله ما عارف، مش عارف يا حاج احمد بيروحوا فين. عرفت بقى، انا بقول لك انا عاوز تحل لي المشكله دي. هو الناس بيرموا في الصورة، انا خايف لا يكونوا يروحوا عند مين يا منار اللي هي بتاع اللي اتاكلنا الخرفان دي. لا انا ما اعرفش بيروحوا فين وماليش يعني. هو المفروض الصح وانت اكيد عارفه والناس كلها عارفينه ان الحيوان سواء كان بقره او خيل او حمار، اي حيوان نافق لازم يبقى يتعمل له الطريقه المثلى لدفنه، سواء نفحر مكان 2 متر في الارض، نحط جير في بدايه المكان ده، ندفن هذا الحيوان ونغطي هذا الحيوان. او الله ينور عليك يا دكتور. وانت طب الحكومه مش عارفه الحاجات ديت، ان الفيروس لما تصير الترعه والنسائج بيرجع للانسان تاني ويرجع ويعمل امراض للانسان. الله ينور عليك يا حاج احمد. اول حرق المفروض في كل وحده بيطريه، المفروض الكلام ده موجود في كل اداره بيطريه او في كل وحده بيطريه محرقه. المفروض
برضو هم بيتابعوا هذا النافق وبيحرقوه عندهم. ده لا ما حرقش يا دكتور، ده مطلع الجمهوريه يا دكتور. شكار الدواجن في الترع والحمير بترمي في المساحف والترع والخيل بترمي. يا حاج احمد احنا احسن ناس يا دكتور. اي واحد ينشئ مزرعه ولا عنده حيوانات لازم يعمل مدفن، وكل يعني لازم يا دكتور لازم عشان تجيب الدنيا تاني ونصرف عليهم مليارات يا دكتور. ونشتغل في الفاضي وبنشتغل في حلقه مفرغه وعلى الفاضي. انت بتتكلم انت على الفاضي دلوقتي. انت بتتكلم يا دكتور على الفاضي. انا عاوز اتكلم. انت عندك كل حق. اتفضل. انا مش هقاطعك. بتتكلم نظري يا دكتور. انا مش هقاطعك. اتفضل. انت عندك كل حق. انت بتتكلم نظري. انا عاوزين بقى في ايام السيد الرئيس، في ايام الراجل المحترم اللي ضحى بنفسه عشان دولته، احنا بقى نساعده. احنا عاوزين نساعد السيد الرئيس. احنا عاوزين نساعد الناس نفضل منه عشان تبقى بلدنا تتنور. احنا في كورنا 21 يا دكتور. كورنا 21 ما عادش حد يعمل كده يا دكتور. عاوزين نطور نفسنا شويه. بقى امشي الحاجات دي مرميه في الطرق وتبقى ريحتها يعني زفيره ما اقدرش اسميه. ده الواحد دي اجنبي ويشوف الحاجات دي ويقول له علينا انت هبل. انت عندك والله كل حق، بس احنا كدولة بنحط قوانين كويسة جدا، وبالمفروض ان احنا بنعمل الدفن الصحي والحرق الصحي والكلام ده كله. بس زي ما انت بتقول محدش بيعمل الموضوع او بيعمل القانون. واحنا زي ما حضرتك قلت انا معاك في كل كلمة، ان احنا ما احناش ناقصين. ويعني الامراض بتتنقل من تنزل في الترع وفي المصارف او في الطرق العامة، ويبدأ المرض ينتشر، وفي أمراض كتيرة جدا بتنتشر عن طريق عدم الدفن الجيد أو عدم التخلص الجيد من الحيوان النافق، بتنتشر بطريقة رهيبة جدا. أنا معاك كل يعني كل وجداني معاك، بس إحنا دلوقتي بنعمل قطرة في بحر. يعني إحنا بنحاول نوصل للفلاح إزاي تحافظ على الحيوان بتاعك في صحة جيدة، إزاي تقدر تخلي الحيوان يجيب لك. ده هدف البرنامج بتاعنا، ان هو يبدا يجيب لك مولود كل سنه. ازاي تقدر تقلل الادويه، استخدام الادويه بقدر الامكان. وده كله ما بيتمش الا عن طريق الوقايه، انك ازاي تفهم الحيوان، ازاي اعيشه في مكان سليم، اعيشه في مكان جيد التهويه، اعيشه في مكان بيتغذى فيه كويس. الحيوان اخد تحصيناتي اول باول، ما استناش واقول اللي احنا قلته كله في الحلقه، الاكشن والرياكشن، يعني الفعل ورد الفعل. انا معروف عندي ان انا بحصل مثلا كل عيه كل 4 شهور، جلد العقدي كل سنه، الحملات المتصدع كل 6 شهور، يبقى انا مجهز نفسي. حتى لو الحيوان سليم لازم ادي التحصين بتاعي في ميعاده، ادي الجرعه والجرعه المنشطه. الحاجات دي كلها في الاخر مجموعها بترفع مناعه هذا الحيوان، والنتيجه لرفع مناعه هذا الحيوان ما بيبقى مقاومته اعلى واصابته للمرض اقل، وحياته كلها من غير ادويه ومن غير اي حاجه. مشاهدينا مشاهدي العياده البيطريه، سعدت بلقائكم، وعلى لقاء قادم ان شاء الله يوم السبت. انتظرونا من الساعه 7 للساعه 8، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.